اهلا وسهلا كذا كذا في شخبار شتمام جديد لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. بندخل سفر فواز كالعادة يعني وبنشوف منه ميمز ونتابعه وان شاء الله نضحك شوي. يعني ممكن تسمعوا صوت خارجية عادي كنسلوا لانه قاعد اصلا نصور لكم بزحمة مرة بيت كله زحمة. اوكي؟ فاي شيء تسمعوه سكتوا. لا تنسوا لايك واشتراك وسوي تفجير تحت الفندق واستمع لنا كم تمام يا سناب باد صلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونتسكون نبدأ. لا تنسوا الدعاء لاخواننا في فلسطين. اسمع ندخل سيرفر فواز اوكي وليتكم واسيب التاريخ كم كمل عمر يا نور حكم يا عيال ورب انا ما اطيق الكوره بس انه اطلق مقاطع اللي يسويها عزيز عزيز حقت الكوره ذي مره بطله الاكل يعطيك طاقه انت بعد الاكل ليش كنت تجيك النوم في المطعم انت في المطعم تجيك النوم احس الاخيره ومحطه يق نفس استاذ الاحياء الكائنات الحيه الكائنات الميته الكائنات المتحنطه ها الكائنات ما الكائنات الصحيه من استاذ الاحياء اشقل امنا ورب الكعبه الحيه والميته انت وشو استفاد تعال بنتابع اسوء ذبات عبر التاريخ هذا بارت 1 ترى جوي ذبات يعني وفي سياره مدحدره هنا شباب ايش طلع ام الجبل يكون سعود واخوانه يبغون يكشتون طيور الديره يا سلام وداي يروح يشتري مقاض البيت قال له بالله جيب لي معاك واحد جبن اثنين بيض يا رجل هذه تاخذ أسوأ ذبة في التاريخ كله ما حد راح يجيب غيرها بارت 2 اللاعب اعطاها وضعية يا الله انا ايش بسوي الحين انا كيف برجع لعيالي كنت اكل كنت واقف نملة بسوي بالذبات انا والله العظيم سوي جفين فيلها مات زوجها فيل مات بعد الطول والله افضل يموت الله اكبر شيء ورعبي فيموت نروح البارت 3 انا ما ادري انا في الباك رومز ولا ايش بالضبط هذه مو باك رومز هذه فرونت روم لا لا حد يطلع من الموضوع والله هو مخترع هذا اللعبه شوف شوف الفاول الحارس قاعد يطالع واتس جوين ام مان يا كل شيء اسود في اسود كاني مسدس يا اخي مسعود مره بطل رب الكعبه اطلق واحد انشهر والله العظيم طبعا بعد فواز عشان ما يعطيك برايت انه مع حق 100% يعطيك برايت طبعا فواز الثاني انا الاول وانا بعدين فواز يا هلا الحين اللي تجيب مقاطع السيرفر صورينها بور بوينت وش ذا يا رجل زي الجوده مع اني للامانه ما سويت لهم شيء يا اخي بس اذبح عيالهم يعني ما اشوف ان إذا أحد ذبح ولدك ولا شيء تزعل الموضوع ما يزعل صدق والله الموضوع ما يزعل هو ولدك مات بس أبو بسمة أو بسمة بعلم ثاني صدقوني يا عيال أو بسمة بعلم ثاني كيوت ما كيوت يروح اشتري بوكس هنا هذا مشروب العظمى يقول لك براد شاهي خفيف اللون بالملعقة نخلط الوانه أحلب بربي خلقها الكون من عاشر وينسى أحزانه بسمة غريب مرة الشيء عمل كل حرفيا فورك بحساب انستغرام اللي ناسي بس صوت حرفيا انا ابوي في عنده فيسبوك صوري كلها زق ابي احد يقول لي لا اولدر براذر وند ذا بارتنرز ار نوت هاف اخوك الكبير اذا اهلك مو بيت لوك ات مي لوك مي ان يور فوكين اي اي يو فوك لوك مي ان ذا اي يور ماي اي رول ذس فوكين كينجدوم شوت ذا فوك اب Or you die. لا والله اخوي الكبير محلين مره 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 حلين بس انا اصغر منه اي رجعنا لاعظم واحد ابو سعيد يا اخوان الله المستعان والله الله المستعان يعني الهلال سجل هدفين والثالث كاش باك رجالهم هدف كذا مجاني عروض اقوى من عروض اليوم الوطني الله المستعان يا اخوان المهم يا اخوان يعني انا ما قلت لكم انت تعادل اثنين سجلوها الهلال واثنين سجلوها الاهلي لكن عاد في مرمى الله
بس يا أخوان لا كلام جدي، يعني آخر شيء ممكن إنك تزعل عشانه الكورة، فلذلك يا أخوان نصيحتي لكم لا تزعلوا. تحية ترك الشاف، السلام عليكم. والله صدق يا أخي إيش وضع دول اللي خانقون على الكورة ما أدري إيش. رجال سبحان الله تقلب الجو، وش هذا؟ دجاجة 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 وش جمع؟ تقلب الجو رب الكعبة، هذه من وين طلعت؟ يا ساتر تم تقلبت الأجواء يوم الدجاجة طلعت. كم مستواك نازل؟ في أسباب صايرة عندك يا وليد؟ خلينا نتكلم جد والله. يعني أسباب احتفظها بنفسي. يعني صاير عندك ظروف يعني؟ عشان كذا نازل. ظروف ورسائل. وتبون المنتخب يوصل آسيا؟ تبون المنتخب يوصل آسيا؟ كيف تبون المنتخب؟ ما أدري. كيف المنتخب يوصل آسيا ونحارسهم؟ أعطيك عذر الأخير، كيف تبونه ونحارسهم؟ هذا أنا بدور المدرسة والله العظيم. طام يوت. ذاكر دروسك دررررن أول بأول دررررن ذاكر دروسك. يا شوفوا شوفوا أنا قاعد أكل هواء، أنا ولي أول مرة في حياتي أذاكر، صار لي هنا أدرس تقريبا 2 سنين ولي أول مرة أذاكر. طبعا شوفوا كتابي في كتاب جامعة، نفتح هنا شوف هنا بعدين هذه هنا مرة 3 4 هذه آخر شيء صح؟ آخر شيء عيال وربك كافيني ماكل هواء، وأسبوع الجاي أسبوع الجاي أنا ماكل هواء دائما، ماكل هواء بالمذاكرة ولي أول مرة ذاكر. طبعا هذه مادة واحدة، هذه بس رياضيات، باقي في فيزياء وكيمياء وإنجليزي. درجة الدنيا يا أخي إيش قال لك؟ مدري مين واحد منهم قال ما راح تسأل عليها بالقبر صدق. قسم بالله يا خالد شوف شو قاعد تسوي بالانستغرام صح؟ قم نقف خالد يقول قم يا رجال قم اوكي يلا قم وخ انا ابو شك نظف وجهه بالبلاط اقسم بالله. يستاهل والله. ميسي باريس استعد لحفل فانيري، رونالدو مع وليد عبد الله بمجلس مسلي. ايوه شلون ايوه يا اخي ما تقعد الديم تجلط، انا ناظر واحد 2 3 الرابع عندي هنا يا اخي والله. اذا تعطيك 10 ديم ايش تعطيه؟ 10 ديم تجي دائما اعطيك 10 ديم تجي دائما ما منطق ذا والله مو منطق وجيد. كفو راح على الاسم راح والله ملعب. انا احب الورق مو كثير، احب الورق خصوصا بعد ما تعلمت كم لعبه جديده يا الله مره ممتعه. عارفون البوس اللي تجي نص على الخد نص على ال أنا جاني كم نفسه حركة أبوي ما شاء الله، إذا ضربني كف ممكن إني أعدل وجهي لما اليوتيوبر يسوي ردة فعل. هذا أنا. عشان اسوي لكم تردد فعل. خرب بيت الضحك والله يا رونالدو ما اعطاه وجه الهبل. انا احس دول يسوون هوشات بس عشان يعني يصير لهم ترند، بس والله العظيم ما ادري ايش لحظه ادراك بالنهايه. تبكي 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 تقول لي ابو باش ما نزلني ترى ما في اكسجين فوق، ترى فوق ما في اكسجين صح نسيت اني قصير. يا اخي والله يا بس مره مبدا لانست 2016. اسمع اذا تحسب انه انت حلمي احب ابشرك اني اقرا معوذات قبل لا انام. هو خاسرني كان يحبني مره كانوا يقرفون. لا وزيك الشربيات اخوي كان معهم شي يوم بطلع فضايح اخوي كله بطلع كله بجوالي. ماسك فضايحهم من كانوا صغار، وبوريكوا راسه بعد راسه يقهر، كان لما صغير كل مرة يقهر راسه ترى ما يشوف النقطة. جوالك طافي له 3 أيام وقفتك أبوك تفصل جواله وفي 99. أنت تتصرف بكيفك؟ تلعب بكيفك؟ أنا قلت لك صحتك؟ هلا أبوي يعني حط جواله في 97 بس 98 قلي شوف كم صار فيه،
99 شوف كم صار فيه مليون. شوف كل ثاني يقول لكم شوف صار فيه. انا شاف وما عرفت احد مفروض 8 ودعس على ثانيكم كلكم مع السلامه يا وتتعاقبون كلكم وعاقبكم. صار يهدد ها بس انا ما مره مبدعين شيء يوم شيء يوم. ان شاء الله انا بكون الخامسه اللي هنا ان شاء الله لما احد يسالني عن شيء يخصني هالفتره. ما سر هذه الحمالات مزاج انت تدخل في مزاجين لا يا اخي بس حمالات ولا امش غريان لا انت فلسفتك شنو الحاجه دي لا انا غريب مزاج يعني مزاجي كده فقط هاي عليك إيه؟ والله صدق مزاجي كده والله مع حق مع حق مليون في المية ايش دخل مين Two thousand years later. يا عيال أخاف بضفي بروح أجيب أغراض البيت. أقول لكم البيت حايس مرة الحايس يعني منكد. فايلة هنا كسرت الحلقات سلاك واشتراك وسبت مجدد عفصان تغسط طبري عليها كام تابعني أسناب بعد شكرا فواز على الميمز صلوا على النبي وسلام عليكم.